وش يعني انطباعك عن المعرض؟ انطباعي طال العمر. ايه وش انطباعك على المعرض؟ المعرض انه ما شاء الله واخر هناك واخر انطباع. ايش عرفك من انطباع انت؟ ما تعرف شنو انطباع حلانك على انا قاعد اسال زجرم وقاعد اسالك يا اخوي سامي. انت سالني في البدايه اول تدخل. يلا كمل انطباعك طال العمر لما تجي وتشوف ايه هنا دخنات وهنا عطرات. بس الله يعطيك العافيه. تعال ما خلص موضوعي يا اخوي عاجل. تعال انا كان الموضوع اللي ما خلص درس لي قاعد وقت تحفظ على الكلمتين. يلا راح فانا جيت هنا ايه فانا عطرات ايه واخرت واخر خلنا نسولف ايه عطرات. بس الله يعطيك العافيه لا تطولها سامي ما ابي الموضوع طول. ما عرف في عطور وبخور. نعم صح عباد بسك الحين شو يسوي ذا؟ يعني والله ما يشتري. هو والله ما يشتري. يمكن هذا البراند رقم 10 اللي وقف عنده ولا شارع. أنا حبيبي عطرات الله يسلمك. ما جاي صفقة دجاج ولا شيء. عطرات الله يسلمك. دقيقة بس. ما أنت وياه. ما أبي حركات ذي الحركات اللي يسوونها يسوون فيها. عطرات. إيه بس أنت ما بتشتري. ما بتش. بالله لو طلعني من هنا قسم بالله بتشوفون شيء ما شفتوه. ولا تفشلون سويت مني الرجعة ما تسوى. يلا راح بيشتري. حط له 5 عطور. حط له انا مدمق ما بي بفطر اشتري. حسد لكم. بيشتري 5 حسادا فينا. ايه. كم؟ 450 يقول لك. ما يشتري. 5 خليته يشتري. ايه. سيجار قهوة. ايه. تبي عطر شخصية تدخل مكان كله عطر سيجار. ايه عطر سيجار. زين؟ ثبات 3 أيام. ايش في ذي مش يعني ابي 5 نحاش بدويش